شبكة سكة حديد على مستوى العالم نظرة على العديد من المواصلات واللي انتشرت في العصور الماضية ما بين القطارات والعربات من المواصلات في عهد الفراعنة مروراً بالإغريق وكمان الرومان ووصولاً للعصر الحديث. ألبوم ذكريات للمصريين داخل متحف السكة الحديد داخل محطة رمسيس وسجل وافر من المجسمات والآثار اللي بتمثل جزء من ذاكرة الأمة توثق أن مصر كانت تاني دولة في العالم تنشئ خط للسكة الحديد. التقرير التالي لمحمود العزالي مراسل النيل ونظرة على وسائل مواصلات ملوك وحكام مصر على مر العصور. تاريخ مصر العريق يحكيه متحف السكة الحديد الكائن في محطة مصر في ميدان رمسيس وسط القاهرة. المتحف يحتوي على العديد من المقتنيات النادرة والمعروضات التاريخية تقترب من 300 نموذج فضلا عن مجموعة من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية التي تخص السكك الحديدية. المتحف يتكون من طابقين حيث تبدأ الجولة من الطابق الأول باستعراض وسائل النقل والمواصلات عند قدماء المصريين والإغريق والرومان وأخرى للنقل البسيط الذي كان يعتمد فيه على قوة الإنسان والحيوان حتى عصر القطار الكهربائي والديزل والطيران. بيبتدي من السفينة إيبي. السفينة إيبي دي بيكون لنقل البضايا، بيكون موجود بعدها سفينة أخرى، سفينة ذهبية. السفينة الذهبية دي المكتراع موجودة بطيبة. السفينة دي بيكون داخلها سرير، تحت السرير صندوق بيوضح هنا النواتي نفسهم منهمكون يا إما في نشر الشراع أو في شد الحبال نفسها. هنا بنوضح نموذج لعربة أحمس الحربية، دي كانت وسيلة نقل وقتها. في داخل الفاترين هنا بنوضح تمثال لتحتحب. التمثال ده ارتفاعه 13 ذراع ووزنه 60 طن. بيوضح فيه عملية سير النقل التمثال عن طريق من الأمام بيجروا 4 حبال بكل حبل 44 فرد، ومن الخلف بيوجد بيه عتلات. العتلات دي بتساعد عملية أو بتساعد في سير النقل نفسه، وموجود على زحافة. من خلال الزحافة دي بعملية النقل بيكون في عملية تولد درجة الحرارة. من خلال تولد درجة الحرارة بيكون موجود إحدى الجنود داخل او على اعلى التمثال لرش الماء، حتى عمليه حتى بيوضح ان بيكون وقت سخونه الماء سخونه الحراره نفسها ده بيعمل تبريد ليها. ومن نوادر المتحف رخصه الحمار التي تعادل الان رخصه السياره، حيث كان يعتبر من يركبه من الاعيان. وتستعرض اقسام السكك الحديديه مجموعه كبيره من النماذج تشرح تطور القطارات الاولى في العالم ومصر، ومن بينها أول فكرة لقاطرة ظهرت في العالم عام 1783 وأخرى لأول قاطرة صارت بمصر عام 1854. عندنا أول فكرة كانت قاطرة مردوك، ثاني فكرة عندنا قاطرة بندراون. قاطرة بندراون دي هو ابتدى يحط القضبان الحديدية، دي من سنة 1804. عندنا ثالث فكرة، فكرة ماشي موراي. فكرة ماشي موراي دي من 1812 هو ابتدى ان هو يحط الحواجز على العجل بحيث ان العجل ما يرجعش تاني للخلف. فكرة روكت هي من سنة 1829 ان هو برضو ابتدى ان هو يزود الأذرع على العجل، وان هو ابتدى يحط السهريج ده علشان يحمل المية بدل ان هو يتوقف من الحين والآخر فوضع فيه المية. القاطرة دي جت 1852 جت لنا من اسكندرية لحد ما وصلت القاهرة، وصلت 1854. ومن أبرز مقتنيات المتحف قاطرة كان يقودها سعيد باشا حاكم مصر بنفسه، وهي تعتبر تحفة نادرة. قاطرة خاصة بسعيد باشا ابن محمد علي باشا. القاطرة دي صنعت له مخصوص للتنزه ما بين عصر رأس التين والمنتزه في اسكندريه. صنع القاطره ديت المهندس الانجليزي روبرت ستيفنسون ابن المخترع القاطره البخاريه جورج ستيفنسون. القاطره صنعت في انجلترا في نيوكاسل سنه 1862. القاطره بتتميز ان هي من المقتنيات النادره بالانشاءات بتاعتها الموجوده، وهي عباره عن اله جر وصالون. القاطره دي كان سعيد باشا بيسوقها بنفسه لان هو من ضمن السواقين الاوائل اللي اتعلموا السواقه على يد المهندس الانجليزي ستيفنسون. ويحتوي المتحف على قاطره بخاريه حقيقيه مشطوره الى نصفين طولي
تبين جميع الأجزاء الداخلية التي تخفى على الرأي. القاطرة ديت من المقتنيات الحقيقية في المتحف، جت مصر سنة 1906، كانت بتشتغل على خطوط الضواحي المسافات القصيرة زي كوبري الليمون المرج، بعد كده تطورت وبقت في سنة 1919 بقت تروح خطوط طويلة زي مصر اسكندرية اكسبريس. يعني القاطرة ديت بعد ما ابطل استعمالها مشطورة شطرت في الورش بمعرفة ورش سكك حديد مصر اللي نشرح عليها للزوار كيفية حركة سير البخار. هنا بيبين لنا أجزاء الداخلية للقاطرة وحركة سير البخار لغاية ما تسير القاطرة على خطوط وعلى قضبان السكة الحديد. في الطابق الثانية تشاهد نماذجا للمحطات القديمة والحديثة وأخرى لبعض أنواع كبار السكك الحديدية، منها الثابت ومنها المتحرك، تبين دقة بنائها وتطورها وتاريخها. ومن أجمل مقتنيات المتحف في الطابق الثاني القطار الخديوي الذي صنع بطلب من الخديوي إسماعيل في نهاية الخمسينيات من القرن التاسع عشر وظل يستخدم حتى عام 1929. القطار الملكي ده كان بيخص إسماعيل باشا خديوي إسماعيل. القطار ده كان بيتكون من جرار وست عربات، العربات دي بتخص عربية للأميرات، عربية للوزراء، عربية للديوان الملكي. القاطرة دي كانت بتسمى الصالون أو الشرفة، هو كان بيحيي من الجمهور من الشرفة، وهنا الصالون هنا عندنا صالونين كان بيعمل فيهم الاجتماعات أو بيقعد فيهم هو والعائلة الملكية أو الوزراء. وأنشئ متحف السكة الحديد بتوجيه من الملك فؤاد الأول الملقب بالعالم الذي تحمس الفكرة ليتزامن افتتاحه في 15 من يناير عام 1933 مع المؤتمر الدولي للسكك الحديدية ليصبح أول متحف من نوعه في الشرق الأوسط كنواة لمعهد فني عالمي في مصر. ويذكر التاريخ أن مصر ثاني دولة أدخلت السكك الحديدية على يد مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا عام 1834. تطورات تاريخية هائلة لوسائل النقل منذ عهد الفراعنة وحتى الآن يرصدها متحف السكة الحديد الذي أصبح مزارا سياحيا وحضاريا يمثل ذاكرة الشعب وتاريخ الأمة. محمود العزالي مراسل النيل. بالفعل مشاهدينا زي ما تابعنا معاكم هو تاريخ كامل لوسائل النقل من بدايتها بيحكيها الشعب المصري على مر العصور فيما يعرف بمتحف السكة الحديد. مشاهدينا سلامتكم سعادتنا، ده شعار رفعته شرطة الإمارات وطبقته عمليا دورية السعادة واللي بترسم سيارتها ألوان البهجة رسومات الوجوه الضاحقة عليها الابتسامة على وجوه المواطنين وهي بتكافئ السائقين على سلوكهم الإيجابي، ومش بس كده كمان تصرفاتهم الملتزمة في الطريق. الدورية بتمنح السائقين الملتزمين بقواعد المرور قصائم شرائية، هدايا عينية، نقاط بيضاء تلغي السوداء المتواجدة في سجل السائق. خلينا نروح على طول مع مراسلة النيل دينا مصطفى وصحبة دورية السعادة في أبو ظبي، هنتابعها معاكم في التقرير التالي. دورية السعادة مبادرة مميزة دشنتها الإمارات لترسخ من القيم الإيجابية في المجتمع وتنشر ثقافة الالتزام بقواعد السير والمرور وتساهم في خفض نسبة الحوادث.
تعمل دورية السعادة في مختلف أنحاء الإمارات، وهي عبارة عن مركبة شرطية بهدف نشر السعادة والإيجابية عند مستخدمي الطريق، سائقين وركاب ومشاة، حيث تقوم برصد سلوكيات مستخدمي الطريق لتحفيز القيادة الإيجابية من خلال تقديم مكافآت مادية وهي قسيمة السعادة، بينما تحد من السلوكيات السلبية لسائقي المركبات بإعطائهم بطاقة صفراء أو تعهد لضمان عدم ارتكاب المخالفة مرة أخرى، الأمر الذي تعود نتائجه الإيجابية على حركة المرور والسير. كانت مفاجأة سارة لقائد السيارة، وهو شاب ملتزم بقواعد السير والمرور، فتم منحه جائزة دورية السعادة. طبعا أخوي مساعد مشكور، جزاك الله خير، هذا اللي اسمه ملكية، تفضل. طبعا على التزامك تم منحك شهادة السعادة باسم مساعد علي مساعد سعيد عبد الله المنصوري، تستاهل هذه. طبعا مقدم القيادة العامة شرطة أبو ظبي، وأيضا هذه أهداف السعادة موجودة، وهذا ستيكر السعادة تعلق على السيارة، أنك أنت من الناس المتميزين فعلا، حتى الناس كلها تقتدي مثلك وشرواك، وهذا نعم شيء مادي ومعنوي، وفي النهاية سلامتكم سعادتنا، هذا احنا يهمه سلامتكم سعادتنا، تفضل. ومن مهام دورية السعادة إلغاء النقاط السوداء الموجودة في سجل السائقين الملتزمين واستبدالها بنقاط بيضاء، إضافة إلى تقديم هدايا للسائقين الملتزمين وتوجيه الشكر لهم. وبينما نحن في جولة الدورية صادفنا عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، التي أتت لتتفقد دورية السعادة ولتطمئن على سير عملها وعلى طاقم العمل على غير ترتيب. عهود الرومي تفخر بهذا المشروع الرائد الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، والتي أهدت فيه شعب الإمارات دورية السعادة، فهو ينسجم مع الميثاق الوطني للسعادة في الإمارات. ويرى العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن أحد أهم أهداف الدورية هي بناء علاقة إيجابية مع الجمهور من خلال إبلاغ مستخدمي الطريق بمعلومات وإرشادات توعوية. في الواقع نحن في شرطة أبوظبي دائما ننتهج نهج تنفيذ المبادرات العالمية فيما يتعلق بتطوير القطاعات الشرطية في كافة المناحي. بالنسبة لنا دورية السعادة أحد المبادرات اللي جت في الحقيقة من خلال العمل اليومي للعمل الشرطي، حيث نقوم نحن بالتواصل مع المجتمع مع الجمهور من خلال الدوريات المعتادة في الشوارع، قائم على شراكة بيننا وبين المجتمع، ولا يمكن بحمل الأحوال نجاحنا على انفراد. لذلك التزام السائق في الشارع قائم على مبدأ أن نحن أوجدنا من خلال المبادرة عملية الرقابة الميدانية للشارع لسائق المركبة. هذا السائق في حالة التزامه بقيادة المركبة تم دورية السعادة في التدقيق على ملفه المروري، معرفة مدى التزامه في الشارع خلال تتبع الدورية خلال تلك الفترة، الأسبقيات الموجودة على هذا الشارع على هذا السائق، وبالتالي في حالة وجود أنه ملتزم تطبيق قانون السير المرور خلال التزامه من ربط حزام الأمان. فيما تحرص دورية السعادة على تقديم النصح والإرشادات لأصحاب المخالفات على الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب مساك بخير. حنا دورية السعادة الله يسلمك، شفناك غير ملتزم بحزام الأمان، وحابين نوجه لك النصيحة أن سلامتكم تهمنا قبل كل شيء، وإحنا حابين نوجه لك النصح والإرشاد، وحابين رسمك نعطيك بدال المخالفة بطاقة اللي هي بطاقة صفر اللي هي الإنذار، وهذه الله يسلمك فيها رسالة كبيرة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنك في البداية أول شيء إن شاء الله. نبغى بس اللي اسمه ملكية. ويعزز أسلوب الترغيب في الالتزام بقواعد السير والمرور من ثقة الجمهور في الشرطة، والتي تعد أهم مميزات دورية السعادة. تهدف دورية السعادة إلى جعل الطرق في الإمارات أكثر أمناً وسلاماً من خلال نشر ثقافة الالتزام بقواعد السير والمرور، لتصبح دورية السعادة هي المبادرة الأولى من نوعها في العالم التي تنشر ثقافة أو تتبنى ثقافة المكافأة بدلاً من المخالفة، لتعزز علاقة الشرطة بالمجتمع. دينا مصطفى، النيل، أبو ظبي. إذن مشاهدينا، هي وزارة خاصة بالسعادة يندرج تحتها دورية السعادة، واللي بتجوب مختلف الأماكن في أبوظبي تقديرا وإعزازا للالتزام المروري في الشارع.
من دورية السعادة هنروح لقعدة غنى، هي فرصة للفنانة داليا يونس بتقدمها لكل من يجد في الغناء فرصة انه يتخلص من ضغوط الحياة وعلاج لكتير من الأزمات. قعدة غنى هي فرصة لهواة الدندنة حتى لو صوتهم ما كانش جميل. من قعدة غنى هنروح لدايرة الطبول وحفل جماهيري مفتوح في مركز جسور الثقافي، جلسة إيقاعية بتتاح للجمهور انه يتواصلوا إيقاعيا كنوع من انواع اكتساب الطاقة الإيجابية. نتابع. كم مرة قمت بالغناء بمفردك وتمنيت لو أن لديك القدرة على الغناء؟ غني وكأن لا أحد يراك. بإمكانك الآن أن تخوض التجربة وتغني من خلال إحدى المبادرات التي تهدف إلى إيجاد مساحة آمنة للغناء من خلال داليا يونس التي تتعامل مع الغناء على أنه حاجة إنسانية وليست موهبة. فكرة قعدة الغناء بدأت عن طريق واحدة صاحبتي عرفت أن أنا بغني وطلبت مني أنه نقعد مع بعض كده هي وصحابها يسمعوني صوتهم وأقول لهم شوية نصايح. فأنا قلت لهم وقتها يعني ما كنتش واخد الموضوع بجدية أو بدراسة أو بأي حاجة، فقلت لهم لا خلينا نقعد كده نغني مع بعض بشكل حبي وهاتوا صحابكم وأنا أجيب صحابي ونقعد نغني مع بعض بشكل جماعي، لأني مؤمنة أنه الغناء نشاط إنساني. فعملنا إيفنت على الفيسبوك وقلنا للناس أنه إحنا هنوفر مساحة أمنة للناس أن هم يعبروا عن نفسهم فيها عن طريق الغناء. لو أنت زي أي حد في الدنيا بتغني وأنت بستني البترو أو أنت بتغسلي المواعين أو فتعالي اعملي ده بشكل حر وبشكل مختلف. فقط كل ما عليك أن تخلع عن عليك خارج هذه الغرفة البسيطة وتخلع معهما الضغوط والأحكام والخوف. أول مرة قعدت فيها في قعدة الغنى حسيت بإحساس جميل جدا، راحة كده وانطلاق وسلام نفسي، فحبيت ان انا اجي تاني واكرر التجربه دي، حاجه ما تتوصفش. هو مش النهارده بس، ده كل مره ومن اول قعده غنى وانا موجود. دي تقريبا ال 13 مره، هي المره 13. مفيش قعده فيهم انا ما انبسطتش صراحه، لان داليا يعني جمعتنا على محبه وانا بعتبرها صاحبه السعاده يعني. فانا شايف اللي بيحصل ده شكل مختلف عن كل الاشكال الغنائيه الموجوده، فحبيت اجي اشوف واكتشف الفكره بنفسي واجربها بنفسي، فدي اول مره ابقى موجود هنا النهارده. كنت بغني عادي زي اي مصري في الدنيا، كنت بغني في الحمام في المطبخ عادي. دي كانت اكتر مساحه امنه بالنسبه لنا. اتعرفت على داليا وبدات ان انا اقول لها داليا انا حابه ان انا اغني، يعني عاوزه اغني بس بشكل ودي، تعالي انا وانت ننزل نقعد كده نقعد ندندن سوا، انت تغني وانا اغني معاكي كده في ظل كداره في صوتك عشان ايه ما احسش ان صوتي وحش. فانا باجي هنا عشان اشوف الحالات الانسانيه، لقيت ناس بتيجي مسافره، ناس مره قابلت ناس من المنيا واسكندريه وتفاجئين يحضروا. فقد ايه الموضوع فكره ان يبقى ليك مساحه امنه تقدر تغني فيها وتقدر تعبر فيها عن نفسك. الغناء من اجل الغناء بغض النظر ان كنت صاحب صوت غنائي ام لا، فهناك اثار نفسيه ستدركها بمجرد خوضك تجربه. المبادرات ليست الوحيدة، بل هي واحدة من ضمن أشكال عديدة ذات علاقة بالموسيقى والآلات والنفس البشرية. دائرة الطبول أيضا واحدة من التجمعات التي تعمل على إصلاح ما أرهق في النفس البشرية من خلال التنفيس عن الروح بالترقي على الطبلة. في اللحظة اللي كلنا بنجتمع عليها بإيقاع ما أو بخطوة ما، صوت نفسه الصوت بيعمل حاجة جوانا، بيحصل تناغم بيننا كلنا، فده بيدينا قوة ما. مش ما اقدرش اقول هو بيقدر يعمل قد ايه جوه احزان البني ادمين او افراحهم، بس هو بيجمعنا على واقع ما، فده بيخلينا اقوياء في اللحظة دي. احبها علشان برضو سمعت ان هي يعني بتخلي ممكن النفسيه احسن، اوكي، وتعمل ريليف كده شويه، فده اللي خلاني احب ان انا اجي هنا.
مكان لذيذ جدا، نخرج كل الطاقة السلبية اللي جوانا يعني، وبنلعب مزيكا ونتبسط ونعمل حاجات احنا ما كناش عارفين نعملها قبل كده. والحقيقة حسيت ان في انرجي فظيعة جدا ممكن الواحد يخرجها ويكتسبها كمان، بيطلع كل النيجاتيفيتي اللي في الموضوع اللي في جواه. بكر هو مدير الدائرة، فقط يقوم بتنظيم الإيقاع حتى يبدو سلسا، فهو لا يحب الأضواء ولكن يحب الإيقاع. أعمار مختلفة تجلس في دائرة أطلق عليها دائرة السعادة. يكون في مكان بيتسع لكل الناس من كل الخلفيات والثقافات، يجوا يتجمعوا وتوفر لهم حالة من القبول، يعملوا علاقات مع بعض، لما بيعرفوا بعض أكتر بيعرفوا إن هم مختلفين، بس اختلافنا دوت مش سبب إن يكون في نزاع ما بيننا، لكن سبب إن احنا نكمل بعض. ربنا خلقنا مختلفين وخلقنا علشان نكمل بعض وعشان خاطر يكون في سلام ما بيننا. بعيدا عن ما تحدثه هذه النشاطات من طرد للطاقة السلبية وإعادة التوازن داخل الروح الإنسانية، فالموسيقى بأنواعها أصبحت مجالاً للعلاج من أمراض عدة، فهي تتكون من موجات صوتية تتحول إلى نبضات تؤثر على الأعصاب فور وصولها إلى الأذنين، فهي تساعد على الاسترخاء. بسعد أكرم، أنا. إذن مشاهدينا، هي فرصة للارتقاء بالروح واستبدال كل مشاكل وضغوط الحياة بتجميع لمجموعة من الطاقات الإيجابية. مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهاردة مع حضراتكم من برنامجكم مراسل النيل. استنونا الأسبوع الجاي مزيد من التقارير المختلفة. إلى اللقاء.